زرنا طيبين وحشتونا وافتقدنا الاجواء دي من زمان. لا صدقني بجد مفتقدينكم، مفتقدين جو الالحان والمؤتمرات. لا ده حلو بيكم، خلنا ما نعرفش عن حد شغال. طيب كل سنه طيبين حبايبي، نركز كده. ايه هناخد طقطوقه صغيره، مختارين لكم النهارده كده لحم كده قطعه ايه بونبونايه كده، عارفين حاجه اللي هي ايه خفيفه على المعده كده وطعمه وجميله. طيب ركزوا معانا كلنا على الورق، كلنا بنقرا يبكي. طيب اللي ما بيقراش يبكي يحاول بقى ايه يعمل اي حاجه، يكتب كلمه الرصاص بالمعرب يعني، يحفظ غيبا، تصرف اكتب على الورق. ماليش فيه. طيب نركز مع بعض. دي مكانها مبدئيا يا اما بعد السنكسار يا اما في التوزيع، بس هي مكانها الاصلي بعد السنكسار. يعني التوزيع دي حاجه تحير على القانون مش بس. الجماعه اليونانيين القطع بتاعتهم بتبقى في منتهى العمق، و يعني هم بيحبوا العذراء يعني، فهم الكلام اللي بيتقال على العذراء في القطع اليونانيه بصراحه في منتهى الجمال، منتهى الجمال. لو بصيتوا على القطع اليونانيه كلها فهتلاقوا في القطعه دي اوصاف للعذراء ما جاتش في حته ثانيه. بيوصفوا العذراء باوصاف والقاب مش هتلاقوها غير في القطعه دي. يعني تعرفوا ايه؟ القصد الذي قبل الدخول ليكشف لك ايتها الفتاه ان غابرييل قد حضر اليك مسلما عليك قائلا. خد عندك بقى، شوف افرحي يا ارضا غير مفلحه او مبذره، افرحي يا عوسجه غير محترقه، افرحي يا عمقا يمتنع النظر اليه. انتوا شايفين الكلام؟ يا عمقا يمتنع النظر اليه، افرحي يا جسرا. من اجمل الالقاب دي بصراحه اللي وقفتني قوي، يا جسرا ناقلا الى السماوات. ادخل العذراء جسر، عارفين الجسر؟ عارفين الجسر ولا كوبري او حاجة كده بتنقل من حتة لحتة تعديها. لما يبقى حتة كده هو أو مية أو بتاع مش عارف تعديها عادي بنحط جسر كده نعدي عليه، دي العذراء. تخيلوا الآثار من الألقاب اللي حاطينها لها يعني. افرحي أيتها السلم العالي الذي شهد يعقوب، يا جرة المال الإلهية، افرحي يا انحلال اللعنة، يا لهوي انحلال اللعنة، افرحي يا استعادة آدم. إيه ده؟ كلام يعني في الوليد زي ده فعلا عميقة أوي. واللحن بتاعها أجمل، لحنها جميل. الجماعة اليونان ما بيحبوش التطوير زينا، ما فيهاش الحان طويل، فهو تلاقوا اللحن نفسه خفيف كده. طيب لأن النص اليوناني بطبيعته الكلمات بتبقى تقيلة شوية بتجي على راسها، فركز معايا. فولين برو اونيون، 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 ابو كاليبتون، ابو كاليبتون، ابو كاليبتون. في ليله مشهوره عندنا في ال ابو، ايوه هي دي ابو كاليبتون، ايوه هي اعلان او رؤيه او ايوه بالظبط كده، اللي هي بدأ أول كلمة في سفر الرؤيا، ومنها جت كلمة أبو غلامسيس يعني. هتلاقي الدنيا مستلفة من بعض يعني.
أبوكاليبتون سيكوري 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 فولين برو إيونيون فولين برو إيونيون فولين برو إيونيون فولين برو إيونيون أبوكاليبتون أبوكاليبتون سيكوري سيكوري غابرييل غابرييل معروفة تتكلم عارفينها غابرييل غابرييل إيفيس كيكي إيفيس كيكي إيفيس كيكي إيفيس كيكي إيفيس كيكي يعني بنوتة فتاة أي حاجة فستيكة كده أي إيفيس كيكي إيفيس كيكي غابرييل إيفيس كيكي غابرييل إيفيس كيكي سي كاتاسبا كاتاسبا سي كاتاسبا سي كاتاسبا زومينوس زومينوس سي كاتاسبا زومينوس سي كاتاسبا زومينوس كي كي اف سين رومينوس اف سين رومينوس كل الكلام ده هيدوب في اللحن ما تلاقوش الموضوع مش صعب بس يعني لازم نقرا بره واتنين كده ايه نكسر عشان لما تيجي تقول اللحن يبقى الموضوع لايق معاك. نقول تاني فولين برو ايونيون فولين برو ايونيون ابوكاليبتون ابوكاليبتون سيكوري سيكوري غابرييل غابرييل افستيكي افستيكي سي كاتاسبا زومينوس زومينوس كيفين رومينوس نسمع الجزء ده فولين برو Oh.
بس عشان
خبرية صغيرة وكانت احنا كتير أبوكاليبتون نمعينا غابريين الكلمة نفسها مسافة صغيرة غابريل إفس خلي بالك غابريل تاني Oh,
شيء هيعوضها عشان هي اصلا مفروده. سيقا تصبع هي كده جمالها في انها ساده. يلا سيقا تصبع ايوه دي امسك النغمه كويس وما تتنازلش عنها. سيقا على اربع مرات سي كا تاس با
أربع أقلام، هنا كيف تنظر، هنا رفعنا العدد على طول. يلا سيقا معنا فعلا. يلا قول تاني سيكا تصبع وبعد نجيب من الأول سيكا شيري جي أسبوري شيري جي أسبوري
Shere gli aspori. Shere vati. عارفين vati؟ جاي من vatus. بس هنا على حسب إعرابها vatu أو vati. العريقة أو عوساجة أو. Shere vati. Afflicti. 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 دايما الآدي تجيب ضد أو عن يعني عكس. أفليكتي يعني محترقة، أفليكتي غير محترقة. الآن يجيب العكس في اليوناني على طول. يبقى شيريفاتي أفليكتي أفليكتي أفليكتي. يبقى شيريجي أسبوري شيريجي أسبوري شيريفاتي أفليكتي. طيب نشوف النغمة عن ايه. كيف فين غومينوس شيري أسبوري شيري Oh,
This theoreton. This
شوف النغمه بتاعتهم على الاذان. افلكتين اسمع الاجابه شريبا. عدت علينا Yeah.
مع الدنيا دي. ريح صوتك. مينوس بس ملمومة. مينوس. مينوس. ثلاثة وبنرجع بواحدة. مينوس ثلاثة وترجع بالرابعة. دي ثلاثة بس. ريتو. مفيش الراجعة، مفيش الراجعة الأخيرة دي يعني. هي أختها بس تنقص عنها واحدة. شيري هم حاجة الري دي من يوم شيري الساعة كام دلوقتي؟ 5:00. ايه اللي 5:00؟ نتجمع الساعة كام يا باشمهندس؟ 2:15. 2:15 كويس.